سرحت فجأة وافتكرت كل شيء، وإشارة خضرة حركتني عشان أروح، أداوي حتى إن شاء الله جرح من الجروح. هات إيدك معايا يا ابن آدم، أنت مني هساعدك وتساعدني، مر زماني وإن بيني وبين الفرحة ألف سور. هات إيدك معايا نتحرك من الإشارة ونروح لأقرب حارة، وبلاش بقى نتدارى، دي الحياة كلها إشارة مرور، إشارة مرور. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، مستمعي راديو مصر، معكم عمرو الليسي وبرنامجكم برنامج إشارة مرور، وأهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة اسمحوا لي حكون حلقة استثنائية نتيجة الأحداث اللي حصلت امبارح، وإن شاء الله هيبقى فقرتنا الأولى فقرة أيضا استثنائية. كتر خيره الشيخ خالد الجندي جالنا مخصوص النهاردة عشان يكون معانا علشان نتكلم عن القصاص. مش هنتكلم في موضوع تاني، هنتكلم في الموضوع ده علشان اللي احنا شايفينه بيحصل في البلد، وربنا يجيب العواقب سليمة، وربنا يا رب يسترها على مصر وعلينا كلنا ان شاء الله بإذن الله. هنطلع فاصل قصير وارجع لكم تاني عشان نقابل فضيلة العالم الجليل مولانا الشيخ خالد الجندي، وموضوعنا النهاردة القصاص. مستنيين آرائكم واقتراحاتكم ورسائلكم على موقعنا على الفيسبوك إشارة مرور على راديو مصر بالعربي. بعد الفاصل الشيخ خالد الجندي. إشارة مرور. راديو مصر لكل مصر. راديو مصر. ادخل المريض اللي بعده يا دكتور. دكتور سرحان في ايه يا دكتور؟ بفكر في بكره، نفسي اعمل حاجه واسيبها لاولادي. من غير ما تفكر اشتري من عامر جروب محل او شقه فندقيه في بورتو نيو كايرو بالتجمع الخامس، وعامر جروب تديرها لك فندقيا وتاجرها لك، يعني فلوسك في عقار ثمنه فيه، ويبقى عندك مشروع دخله متميز. في بورتو نيو كايرو شقتك مشروعك. استثمر الآن واتصل ب 19106. مش محتاج مصباح سحري عشان تشتري كل اللي نفسك فيه. ان اس جي بي بيقدم لك افضل بطاقات في مصر، شوبينج بامان وراحه ومن غير ما تشيل جنيه واحد في جيبك. هات احلامك وتعالى عندنا، اتصل الان على 19700 وكلم ان اس جي بي. دي نصيحه من فانتا، واسمعني للاخر، امسك في ازازتك عشان وقت ما تقول يا تصبيره محدش هينفعك غير فانتا. العبها مع فانتا. الى مركز العمليات، الى مركز العمليات، تم وصول فريق يونيون اير للهدف وجاري فحص التكييف. نفذ المهمة. تم فحص الكمبرسور والفريون، تم فحص الفلاتر وتنظيفها، التكييف تمام بنسبة 100%. شغل. يونيون اير عامل حملة صيانة مجانية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، هديلك لحد عندك لغاية نص مارس. كلمنا على 19012، ولو مش هتكلمنا احنا هنكلمك. يونيون اير من يونيون اير جروب. الرز المعمر. انا شيف شربيني، هقولك ازاي نعمل برام الرز المعمر بالسمان. هنجيب نص كيلو رز مغسول نضيف، هجيب نص كيلو لبن، ذره ملح والسكر. ثانيه واحده لو سمحتي، لو ما عندكيش بوتاجاز اي كوك بمروحه جوه الفرن يبقى تنسي كل اللي قلناه، يا اما تنزلي حالا تشتري بوتاجاز اي كوك، يا اما تاكليهم بقسماط وجبنه. الشيف شربيني ينصح باي كوك ابو مروحه. لمزيد من المعلومات اتصل ب 19012. يونيون تك من يونيون اير جروب. الفرخه الحيرانه دلوقتي عند بريكو، يعني
يعني الفرخه حيرانه، يعني تاوك فلينز، يعني شيش تاوك حيران بين نارين، نار الفلفل المولع نار، ونار الفحم الملهل بنار، يعني هتاكل شيش تاوك مشوي على الفحم وسبايسي ملهلب. تاوك فلينز من بريغو بين نارين، للطلب 16121. عشان الاقبال الكبير المنصور للسيارات، ماده العرض لغايه 31 مارس. ايوه، لو كانت عربيتك شيفروليه، ملاكي او نال، تقدر تعمل لها صيانه مجانيه على الفرامل ونظام التعليق في جميع مراكز خدمه المنصور للسيارات. هتاخد خصم 10% على اعمال الصيانه و15% على اسعار قطع الغيار. مستني ايه؟ اتصل ب 16424 واحجز ميعاد عربيتك شيفروليه. ثقه لا تنتهي. هي مش زي اي ست تانية، رسالتها بتبدا من طفولتها، هي بتقدم كل اللي تقدر عليه من غير ما تفكر هي بتعمل كده ليه. دايما راضية، طيبة وجدعة، متفتحة وعصرية، ده مفيش زي الست الشرقية. لأن بتختلف أجواءنا وعاداتنا العربية، علشانك كريم إيفا بمكونات طبيعية بتناسب المواصفات الشرقية. إيفا دورها تجمل حياتك. الله يا باشمهندس، تصميم ما حصلش، إيه الدماغ دي؟ ما النهاردة دماغي شغالة وبتفكر، بس بكرة عايز أسيب حاجة لأولادي. من غير ما تفكر اشتري من عامر جروب محل أو شقة فندقية في بورتو نيو كايرو بالتجمع الخامس، وعامر جروب تديرها لك فندقيا وتأجرها لك، يعني فلوسك في عقار تمنه فيه، ويبقى عندك مشروع دخله متميز. في بورتو نيو كايرو، شقتك مشروعك. استثمر الآن واتصل ب1906. لو سمحت بنحاول نشوف لو ممكن نخلي الناس تبتسم على الراديو، ممكن تقرأ لنا الورقة دي؟ ماشي، خلينا نشوف. عملاء HSBC سيجدون الكثير من الأسباب لترتسم البسمة على وجوههم، وهذا بعض منها. فائدة تصاعدية كلما زادت مدخراتك في حساب التوفير بالجنيه المصري، تأمين على الحياة مجانا مع كل كارد من HSBC، إمكانية استرداد حتى 5% على مشترياتك ببطاقة الائتمان. معقول؟ الظاهر إنه طلع ممكن. ألقي نظرة عن قرب كيف يستطيع HSBC رسم الابتسامة، واتصل على 19007 اليوم. بنك HSBC مصر، تطبق الشروط والأحكام. ولادك هم أحلامك وبكرة اللي انت مستني، ساعدهم يكبروا قصادك ويوصلوا للي يحلموا بيه. طعمهم طعمي غير طعم حياتهم للأحلام. مصر محتاجة الولادك، لسه في مشوار طويل. حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال للأطفال أقل من 5 سنوات بالقاهرة الكبرى من 10 إلى 14 مارس 2013. انتبه من فضلك، MG تقترب إليك. انتبه من فضلك، MG تقترب إليك. دلوقتي MG قربت لك بفرع جديد في 58 شارع التحرير بالدقي، صالة عرض ضخمة ومركز صيانة معتمد. وبمناسبة الافتتاح، MG بتقدم لك سنة صيانة مجانية لكل اللي هيشتري في شهر مارس. مش عايزينك تتصل على 16564، عايزين نشوفك في الفرع الجديد بالدقي. MG، الاسم الإنجليزي من سايكل عالمية. MG رجاء مصر. لما كان الشاب من دول في الستينات والسبعينات يحب يسمع مزيكا، كان يقول لبيع الشرايط: يسعد صباحك يا فندم، لو أمكن تعمل اسطوانة منوعات. ولما الشاب الكول في جيل الألفينات بيحب يسمع فنانين مختلفين، يروح لميوزك شوب ويقول له: يا مان عليش عندك سدهاية ميكس كده كول. لكن في الثمانينات والتسعينات كان يقول: باشا ممكن تعمل لي شريط أغاني أسمعه عندي في الوكمان. ووكمان كل ويك اند على 887 اف ام. ووكمان كل يوم جمعة وسبت من 8 إلى 10 مساء مع مصطفى سعيد على راديو مصر. راديو مصر لكل مصر. إشارة مرور
ورجعنا لكم مرة تانية، وده معاد فقرتنا الأسبوعية مع فضيلة عالمنا الجليل الجميل العظيم اللي الواحد بيسعد جدا بيه، شيخنا الشيخ خالد الجندي. أهلا بيك يا شيخ خالد، وحشنا. وأنتوا كمان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت والسادة المستمعين كل سنة طيبين، ربنا يخليكم. تخنان شوية أنت النهاردة؟ لا يعني لسه متغدي. الصيت ولا الغنى يا سيد عبد. شيخ خالد، بتجيلنا رسائل كتير جدا لحضرتك، في ناس معجبة وناس زعلانة وناس فرحانة وناس طهقانة. وقبل ما أقول لحضرتك كام رسالة، عايزين نبدأ فقرتنا النهاردة بنقطة نور كده، حاجة كده تدينا أمل، تدينا تفاؤل لبكرة. والله أنا دايما بقول للناس يا عمر، يعني يا جماعة كل واحد لازم يشوف نفسه شغال لحساب مين. اللي شغال لحساب سيد كريم، لو عبد شغال عند رجل كريم وثري لا يحمل هم شيء. إنما اللي شغال عند واحد بخيل أو ضعيف هو اللي يشيل الهم. ولله المثل الأعلى، أديني قلت أهو، ولله المثل الأعلى. إحنا كلنا عباد لله سبحانه وتعالى. طالما احنا عباد لهذا الإله اللي هو السيد بتاعنا، كريم قادر، ما نشيلش هم، ما نشيلش هم، وما يركبناش الغم. ما ينفعش يقابلك واحد في الشارع يقولك أنا خايف من بكرة. كل واحد بيقولك أنا خايف من بكرة عنده مشكلة حقيقية في قوة العقيدة، مش في صحة العقيدة. لا، عقيدة صحيحة إن شاء الله، إنما عنده مشكلة في قوة العقيدة. لأنه من كان مع الله دام واتصل، ومن كان مع غير الله قطع وانفصل. بقول لإخواننا كلهم، يا إخواننا، ده الواحد فينا هو صغير كان بيتحمى في أبوه، وكان بيقولك اللي له أب ما يشيلش هم، فما بالك باللي ليه رب. صحيح. اللي ليه رب يشيل هم إيه؟ إحنا لينا رب، ربنا سبحانه وتعالى قادر وقدير وقوي، يستطيع سبحانه وتعالى بقوته وقهره وقدرته وكماله وجلاله وكمال جبروته أن يحمي عباده وأن يوفر لهم الغذاء والطعام. بيقولوا للحسن البصري، يا حسن يا حسن يا إمام، قال لهم ماذا بكم؟ قالوا له قد غلى القمح، القمح غلي، الدقيق غلي. قال لهم مالي وللقمح، لقد نظرت في كتاب الله فوجدت رغيفي في السماء وليس في الأرض. قال تعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. صدق الله العظيم. عشان كده كان الشيخ حسن المشد الله يرحمه، كان الشيخ بتاعي في الكتاب اللي حفظني القرآن، كان دايما وهو داخل الكتاب يقول إيه، من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. انت عارف بقولك كده ليه؟ الحقيقة الواحد بيمشي في الشارع، تمشي جنب المترو والأنفاق، تطلع تمشي في ميدان عام، تمشي في الشارع، تخش عمارة، الناس على وشوشها كده حالة اكتئاب، حالة ضيق، حالة غضب، حالة زعل، وفي حالة فقدان أمل. الاكتئاب بقى زيادة أول يومين دول. أنا نفسي وأمنيتي أفكر الناس وأفكرك وأفكر نفسي وأفكر كل واحد سمعني دلوقتي بكلمة الصديق رضي الله عنه وارضاه، بيقول أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الكلمة دي قالها الصديق يوم ما انتقل الحبيب صلى الله عليه وسلم، صحح بيها عقيدة الناس. فيا كل محزون، ويا كل مهموم، ويا كل مغموم، إليك رسالة الصديق، من كان يعبد الحكومة أو الدولار أو القمح أو الرغيف أو العمل أو الجنيه فالحقيقة كله قد زال، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. خلي يقينك في الله أكتر من يقينك بعباد الله، خلي يقينك في رب العالمين إن ربنا مش هيضيعك. عارف أحكي لك حكاية بس بعد ما تسمعنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. فاكر لما النبي عليه الصلاة والسلام راح لأمنا خديجة زوجته أم المؤمنين وقال لها دثروني دثروني زملوني زملوني، إمتى؟ لما كان في فترة بداية الوحي. صحيح. لما قال الوحي بإقرأ غير حراء. أيوة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مش عارف إيه ده، إيه اللي قاله ده،
فكان بيقولها أدركوني غطوني أنا شفت حاجة خطيرة جدا الحقوني. فسيدة خديجة ما كانتش شافت سيدنا جبريل إنما قالت له تعالى نحسبها بالعقل اقعد. شوف ستنا خديجة قالت له إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعطف على الأرملة والمسكين والمحتاج والله ما كان ليخزيك الله أبدا. بقولها لكل واحد افعل الخير وجدد يقينك وبقول لك زي ما قالت أمنا خديجة والله لن يخزن الله أبدا. هنطلع فاصل مستنيين آرائكم واقتراحاتكم وتساؤلاتكم لفضيلة العالم الجليل الشيخ خالد الجندي اللي مشرفنا ومنورنا النهاردة في إشارة مرور بعد الفاصل. إشارة مرور. عايز شقة في القاهرة الجديدة؟ يبقى الرواد للإنشاء والتعمير، اتصل على 19212. الرواد للالتزام عنوان. الآن موجز الأخبار من راديو مصر. راديو مصر في قلب الحدث.
موجز أنباء السادسة والنصف. مستشار التحقيق يستدعي وزير الداخلية وقيادات أمنية ببورسعيد لسماع أقوالهم حول أحداث العنف التي شهدتها المدينة. النيابة تهيب بالشرطة والجيش القبض فورا على مرتكبي جرائم التخريب في حالات التلبس. في مؤتمر صحفي عقده اليوم وزير الداخلية يؤكد أن الشرطة تعمل في ظل ظروف قاسية لما يشهده الشارع حاليا من صراعات سياسية. مجلس الوزراء يؤكد أن الوطن يحتاج إلى تضافر جهود جميع المصريين في هذه الظروف الدقيقة. قائد الجيش الثاني الميداني يؤكد أن الجيش المصري مؤسسة قتالية وليست أمنية ولن يحل محل رجال الأمن. قائد الجيش الثاني يشيد برد فعل أهالي بورسعيد تجاه الأحكام الصادرة في قضية مجزرة بورسعيد. انتظام حركة الملاحة والمعديات بقناة السويس. مجلس الشورى يستعرض عددا من الطلبات العاجلة المقدمة من الأعضاء بشأن الأوضاع التي تشهدها البلاد حاليا. المجلس يؤكد أن مصر تتعرض لمخططات مدروسة لإثارة الفتن وزعزعة الأمن. لجنة من أساتذة الهندسة يتفقدون مبنى اتحاد الكرة بناء على تكليف من وزير الرياضة. وزير الرياضة العامري فاروق يعلن أن وزارته ستتحمل كافة تكاليف ترميم مبنى اتحاد الكرة. مدير أمن الإسكندرية يعلن أن كافة أقسام الشرطة بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها. مديرية أمن الإسكندرية تتهم المحتجين بالاعتداء على 3 من قوات الأمن. إعادة 96 وحدة سكنية استولى عليها خارجون عن القانون بأسوان. وزير البترول يؤكد دعم محطات البنزين بكميات إضافية من السولر لتشغيلها على مدار 24 ساعة حلا للأزمة. تأجيل محاكمة نجلي مبارك وسبع آخرين في قضية مخالفات بيع البنك الوطني إلى 14 من إبريل القادم. اللجنة القضائية بنيابة الأموال العامة تبدأ في تحصيل عقوبات مالية تجاوز 10 مليارات جنيه. البورصة تربح 1.7 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يرتفع بنسبة 55%. وزير الخارجية يبحث مع رئيس الصومالي في مقديشيو كافة أوجه التعاون المشترك في المرحلة القادمة. وزارة الخارجية تقرر إعادة فتح السفارة المصرية في مقديشيو. السفارة المصرية بصنعاء تنهي أزمة احتجاز سفينة صيد داخل المياه الإقليمية اليمنية. نلقاكم في نشاط أخبار رأس الساعة من راديو مصر 88.7 FM. راديو مصر في قلب الحدث. إشارة مرور. ورجعنا لكم تاني في إشارة مرور على راديو مصر، ونورنا النهاردة ضيفنا الجميل الشيخ خالد الجندي، ولابس النهاردة قميص في منتهى الشياكة وإيه الجمال. لا ومتوضي الحمد لله. انت عارف المناسبة ايه؟ انت فكرتني بطرفة بيقول لك واحد دخل مسجد وبعدين بيصلي ومركز في الصلاة قوي كده ومستمتع، فاتنين قاعدين يتكلموا مع بعض وهو سامحهم، هو بيصلي وسامحهم. بيقولوا يا سلام الراجل ده بيصلي صلاة ما شاء الله، صلاة جميلة قوي، وهو صاحب ده بيصلي راح لهم ايه؟ لا وصايم كمان. شيخ خالد بقالي فترة بسمع وكل الناس تسمع كلمة القصاص، وربنا سبحانه وتعالى بيقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يهمني قبل ما نتكلم في الموضوع ده تفسر لنا الأول بأسلوبك الجميل الآية العظيمة دي، لأني وقفت كتير جدا عند اقتران القصاص بأولي الألباب أو أصحاب العقول. الحقيقة في مثل عربي زمان كان مثل دوت، كنا نتصور درسنا الموضوع ده واحنا في الأزهر في 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 درس غريب جدا في البلاغة. البلاغة في المقارنة ما بين النص القرآني والمثل العربي. المثل العربي كان بيقول إيه بقى؟ القتل أدعى للقتل، يعني لو واحد قتل لازم يتقتل، القتل أدعى للقتل يعني القاتل يقتل. القرآن جابها بطريقة تانية، قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لما يقول ولكم في القصاص حياة يعني نفس المعنى اللي قاله المثل العربي، لما يقتل القاتل هتستمر الحياة. ليه؟ لأن لو أنا قتلت ابن عمك وانت قتلت ابن خالي ورحت أنا قتل 3 من قريبك قابلتك هتقتل زي ما بيحصل في الثأر في حوادث الثأر اللي بتحصل في الصعيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكلام
يعني مخالف لنص القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني مش معنى أخويا قتل حد من عيلتك إن أنا أتقتل. أنا أتقتل ليه وأنا ما عملتش حاجة؟ فأنت ابتليت ببليتين، البلية الأولى إنك فقدت أخوك، البلية الثانية إنك هتؤخذ بدم يوم القيامة. يعني تخيل كل واحد بيأخذ بالثأر من غير القاتل، بقول من غير مين؟ من غير القاتل، بيؤدي ده لانتشار القتل في المجتمع. الأرزاق عطلت، المصانع هجرت، آلات الإنتاج توقفت، الأهل البلد بيخافوا، القرية سادها الخوف والذعر وعدم الأمان وعدم الطمأنينة. الراجل بقى يخاف يخرج على غيطه، بقى يخاف يسرح ببهايمه، بقى يخاف يقف في سوقه، بقى يخاف يمشي يروح ليتعالج ولا يودي ابنه المدرسة. توقفت الايه؟ الحياة في التعليم والصحة والزراعة والصناعة كل شيء توقف. بسبب ايه؟ ليه الصعيد بيتأخر؟ بيتأخر بسبب الطار. فالقصاص بينقذ هذه المسألة، لما يؤخذ القاتل ويقتل وكل واحد عارف حقه انتهت المشكلة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يبقى إذن لكي تستمر الحياة لابد أن يقتل القاتل، لابد أن يؤخذ من قتل بفعلته دون سواه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هنا بقى عاوز أقارن ما بين الآية والمثل. المثل قال القتل أدعى للقتل، كلمة الأكل اتكررت كم مرة في المثل؟ مرتين. إنما في الآية ما جابش سيرة القتل خالص، قال ولكم في القصاص حياة. شوف النص القرآني، النص القرآني يدعو إلى التفاؤل وإلى استقرار الحياة وإلى الأمل وإلى عدم إراقة الدماء. شوف ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. علشان كده الإسلام حريص على انتظام الحقوق في قتل القاتل دون سواه. في مرة من المرات سيدنا عمر بن الخطاب كان له أخ، أخوه دوت اتقتل، فضل عمر بن الخطاب يدور على القاتل في الجاهلية ملقاهوش. عمر أسلم ولسه بيدور على القاتل ملقاهوش. عمر قعد مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبيدور على القاتل. النبي انتقل إلى ربه وولي أبو بكر الخلافة، وما زال عمر يبحث عن قاتل أخيه وعمر مش لقيه، إلى أن أصبح عمر ابن الخطاب أميرا للمؤمنين، بقى هو الأمير المؤمنين، ولقى الراجل القاتل قدامه. عمر وأمير المؤمنين، هو أصلا بقى أمير المؤمنين والقاتل قدامه اللي كان بيبحث عنه طول عمره. فبصله عمر بن الخطاب وعنيه بتقضح شرر. الراجل بصله قال له ما بك يا أمير المؤمنين؟ قال له ألست قاتل أخي؟ قال له نعم أنا قاتل أخيك، لكني عصمني الإسلام منك، أنا بقيت مسلم، والحادثة دي كانت في الجاهلية والإسلام يجب ما قبله، بقيت أنا محمي دلوقتي. قال له لا بأس، عصمك مني ورب الكعبة. شوف رغم الغضب اللي عنده، ولكن على ألا أرينك بعدها ما شوفكش. قال له لما يا أمير المؤمنين؟ قال لأني أكرهك. أتدري أنا أكرهك؟ الرجل قال له طيب يا أمير المؤمنين، هل يمنعني ذلك حقا هو لي؟ هو ده ممكن يمنعني حق هو لي؟ لو أنا جيت بتخانق مع واحد ممكن أنت تحكم علي ظلما علشان أنت بتكرهني؟ قال لا، ولكني أبغضك كما أعلمتك. قال فلا بأس من كراهيتك لي إذن، إنما تأسى على الحب النساء، إنما تأسى على الحب النساء. شفت قد إيه ناس وعندهم قوة للتعامل مع القصاص والعدل والقيم بهذه الروح وبتلك القوة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل حوارنا مع الشيخ خالد الجندي. أرجوكم ابعتوا لنا أسئلتكم وجميع استفساراتكم، مستنيينها بعد الفاصل. إشارة مرور. تغيرات الطقس ودرجات الحرارة وأحوال البحار من راديو مصر. حالة الجو المتوقعة غدا،
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة وباقي الأنحاء نهارا، بارد ليلا، يصاحبه نشاط للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا. أما عن درجات الحرارة ففي القاهرة الدرجة العظمى 30، الصغرى 14، اسكندرية 28-13، السويس 30-13، العريش 27-11، شرم الشيخ 33-17، المنيا 31-11، الفيوم 31-12، الأقصر 15-15، أسوان 16-16، شلاتين أيضا 16-16، أما حلايب 17-17. أما عن حالة البحر فتكون حالة البحر المتوسط مضطربة مصاحبة بارتفاع الموج فيما بين 3 إلى 4 أمتار، كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين 2 إلى 3 أمتار. كنتم مع النشرة الجوية من راديو مصر. كل واحد بينده مامته بشكل مختلف. ماما، مامي، ماما، مام. بس مش مهم بتقولها ازاي، المهم تكون بتقولها من قلبك، ولو عايز فعلا تعبر لها عن حبك ما تنساش تجيب لها احلى هدية لعيد الام من عرفة جروب. عرفة جروب في العاشر من رمضان وميدان طلعت حرب ومدينة الرحاب وأسيوط، والآن فرع السادس من أكتوبر أمام جهاز المدينة. للاستعلام اتصل على 16904. سيراميك آرت تحفة يخلي عقلي جن، آرت فن السيراميك. حلوة قوي فكرة الكتالوج دي، بصي يا مامي تحفة، احنا كده لازم نغير سيراميك البيت كله. مش لما نجيب البيت الاول يا طنط. سيراميكا ارت، كل موديل في ارت قطعه فنيه مش موجوده في اي مكان تاني. سيراميكا ارت، فن السيراميك. موبيليات سعد محمد سعد، افخم موديلات الاثاث الراقي مودرن وستيل. موبيليات سعد محمد سعد، مكرم عبيد، والان الفرع الجديد طريق مصر الاسماعيليه اول طريق بالبيس، خصوماتها الى فقط بالفرعين. موبيليات سعد محمد سعد، اسم له تاريخ في عالم الاثاث. رايحين المدرسة نرسم ونلعب ونتعلم. علشان يتعلموا ويستوعبوا لازم يكون في يومهم ولو حتى وجبة أساسية سخنة. بنك الطعام المصري مع برنامج التغذية المدرسية بيجهز مطبخ في المدرسة، وبإيدين الأمهات بنقدم لهم الوجبة المدرسية. تكلفة وجبات الطفل في الشهر 75 جنيه، وبكده نبقى حافظنا على صحتهم وساهمنا في تغيير مستقبلهم. للتبرع ارسل رسالة 95 95، أو من خلال منافس فوري، أو على حساب رقم 38 37 في جميع البنوك. للاستفسار 160 60. لما بنام استريح بحلم أحلام عجيب، أركب فيل وامشي وسط غابة أو طائر في الهواء مرفرف. إيفي بيبي الجيل الجديد من الحفاضات بتعتني بطفلي بجودتها المضمونة وبقوة امتصاص غير عادية، وفيها كريم ألوفيرا المرطب اللي بيحمي من التهاب. إيفي بيبي، ثقة الأم وراحة البيبي. مكنة من غير مشاكل بالعربي كده مفيش غير بوكسر 150، بوكسر 150 موتوسيكل جديد ومتين، ولا صوت ولا سخونية، انت الرعشانية. ما تفوتش احتفالات بجاج بوكسر 150 بمناسبة مرور عام من الريادة في مصر. اشتري الآن أي موتوسيكل من بجاج واحصل على جاكيت هدية. بجاج بوكسر 150، موتوسيكل بدون مشاكل من جي بي غبور أوتو. لمزيد من المعلومات اتصل ب 16 19 3. عشانك NSGB زود العائد ل 11.5% على شهادات هارموني الثلاثية، ومش بس كده كمان معاها بطاقة ائتمان مجانا. المعادلة سهلة، احسبها صح تستثمر صح. اتصل الآن على 19700 أو زور أقرب فرع من فروع NSGB. تطبق الشروط والأحكام. في عيد الأم كل أم بتتمنى تفرح مع أولادها وتشوف الفرح في عينيهم وتستنى لمة العيلة، بس في ناس فرحتهم بعيد الأم بتفضل مسجونة جواهم. ساهم مع مصر الخير بفك كرب آلاف الأمهات الغارمات، يفرحوا بلمة ولادهم وكمان ننميهم ونطور حياتهم بمشاريع دخل مستمر. اتبرع على حساب 100 100 في جميع البنوك المصرية، أو اتصل على 16 140 يصلك مندوبنا. مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. عايش شقة ومحتار،
او متردد في القرار انا هقول لك تعمل ايه. الرواد يعني التزام، الرواد مش بس كلام، الرواد ملهاش اتنين. عايز شقة في القاهرة الجديدة؟ يبقى الرواد للإنشاء والتعمير، اتصل على 192-1. الرواد للالتزام عنوان. انتبه من فضلك، MG تقترب إليك. انتبه من فضلك، MG تقترب إليك. دلوقتي MG قربت لك بفرع جديد في 58 شارع التحرير بالدقي، صالة عرض ضخمة ومركز صيانة معتمد. وبمناسبة الافتتاح MG بتقدم لك سنة صيانة مجانية لكل اللي هيشتري في شهر مارس. مش عايزينك تتصل على 16564، عايزين نشوفك في الفرع الجديد بالدقي. MG الاسم الانجليزي من سايكل عالمية. MG رجال مصر. انا اسمي يفتح الله، بقالي سنين في البلد دي بلقط رزقي ما بين البايع والشاري، لحد ما بقى يقولوا بين البايع والشاري افتح الله. انا خلاص استسلمت، الناس بقوا اسكى وكمان احتياجاتهم كترت، فجاي النهارده اودعكم واقول لاي حد عايز يبيع ويشتري عربيه روحوا للعالميه. روحوا يلا العالمية للسيارات، مكان واحد ممكن تبيع أو تشتري أو تبدل أي عربية جديدة أو مستعملة كاش أو بالقسط المباشر. كلمنا على 16-15-8. أكيد ساعات بتفكر وتقول أنا عايز أكتر، كلنا بيجيلنا الإحساس ده، ولو دورت هتلاقي. عشان مع تليفونات أشا من نوكيا هتلاقي كل مميزات السمارت فون وكل الأبس اللي نفسك فيها. التليفون بشاشة تاتش وفيه اللي بشريحتين، وفيه أكتر من 40 لعبة من إي إي جيمز ببلاش، والنت بقى أسرع بكتير. مش بس كده، مع نوكيا مابس هتعرف توصل أي مكان، مش هتلاقي سمارت فونز تانية بالأسعار دي. مع نوكيا أشا سمارت فونز اكتشف المزيد. تومي ناريكو كوري سبايسي مع كاسامي كاتا ومايونيزا لذيذة وصوصة حارة جدا، بينك اتقطاني من الكبس التازة تأكزك في رحلة إلى آسيا مع كل كتمة. الآن ولثلاثة أسابيع فقط، قارب الأسياوي جديد من أي فارم ماكدونالدز أو الماك ديليفري 1391. الكيكة الإسفنجية، انا شيف حسن وهقول لك مقادير الكيكه الاسفنجيه. تجيبي 10 بيضات وربع كيلو سكر ونص معلقه فانيليا و8 ايه ده استني، لو ما عندكيش بوتاجاز اي كوك ابو مروحه جوه الفرن تبقي تنسي كل الكلام اللي انا قلته. تنزلي حالا وتشتري بوتاجاز اي كوك. يا جماله يا جماله، الشيف حسن ينصح باي كوك ابو مروحه. لمزيد من المعلومات اتصل ب 19012. يونيون تك من يونيون اير جروب. يا ترى ايه مرتبه ماما عندك؟ ماما مرتبتها عندي ما تتقدرش. افتكر ايام ما كنت في المدرسه قد ايه تعبت معايا انا واخواتي، وفضلتنا طبعا على شغلها وحياتها، وعشان كده زي ما اتعلمنا ايام الطفوله ماما لازم تفضل دايما في المرتبه الاولى. فور بيد، المرتبه الاولى في مصر، بتقدم لكل ام هديه، مع كل مرتبه تشتريها هتاخد مخدتها هديه. اتصل على 19-5-11. راحتك هتلاقيها بجد مع فور بيد. عاوز تفرش بيتك او مكتبك بسعر مناسب وجودة عالية وذوق راقي؟ الحق فرصتك في معرض الموبيليا المصري. غرف نوم، سفرة، انتريه، اساس مكتبي من اخشاب طبيعية في صالة الصندوق الاجتماعي للتنمية بارض المعارض بمدينة نصر. الدخول من باب 4 صلاح سالم، ابتداء من 7/3 الى 13/3، يوميا من 10 صباحا الى 10 مساء. معرض الموبيليا المصري برعاية الصندوق الاجتماعي للتنمية، وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وبنك التنمية الافريقي.
موبيليات سعد محمد سعد، أفخم موديلات الأثاث الراقي مودرن وستيل. موبيليات سعد محمد سعد، مكرم عبيد، والآن الفرع الجديد طريق مصر الإسماعيلية أول طريق بالبيست، خصوماتها إلى فقط بالفرعين. موبيليات سعد محمد سعد، اسم له تاريخ في عالم الأثاث. إشارة مرور. ورجعنا لكم تاني في إشارة مرور على راديو مصر، ومعاكم الشيخ خالد الجندي، وكنا بنتكلم قبل الفاصل على القصص. شيخ خالد، يعني خليني أتكلم معاك عن الواقع. ناس اتقتلت وكل الناس عارفين انهم اتقتلوا، بس مفيش دليل على اللي قتلهم. في قرائن انما مش دليل، واللي تم التأكد منه أو خد إعدام، إنما اللي تواطأ أو أهمل مش عارفين. كلمني عن واحد حس بعد حكم ما إن الحكم ده مش صح، مش شافي بالبلدي كده غليله، وإن في مجرمين برا القضية لمجرد إن القانون ممسكش عليهم حاجة، ينالوا القصاص إزاي الناس دي؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. انا عاوز اقول لك على حاجه انت والساده المستمعين مهمه جدا، وفكروا فيها كده معايا. هل يوجد حكم قضائي اجمع عليه اهل الارض؟ لا. يبقى لا يوجد حكم قضائي يرضي كافه الاطراف. بطبيعه الحال اي اتنين دخلوا في قضيه قدام المحكمه، اكيد القاضي هيحكم لواحد على واحد، او يحكم على واحد لحساب واحد، حسب الحق او اليقين المترسخ في ذهن القاضي أو في وجدان القاضي كما نقول، مع الأوراق المقدمة أمام الهيئة القضائية. يعني معنى ذلك أنه ما فيش حد بيرضى، كل واحد لازم يكون فيه جانب ما يرضاش. هل بقى ندي فرصة والسماح للي مش راضي بالحكم القضائي أنه يعترض على القضاء ويكسر المحاكم ويعتدي على القضاء ويحاصر دور القضاء ويحاصر وكلاء النيابة ويعتدي على الهيئة القضائية؟ هل هذا منطق؟ أنهي منطق؟ هذا الكلام كان يصلح في غابة من غابات البربر، في غابة من غابات الناس التي لا خلاق لها. الحكم عنوانه الحقيقة، القاضي على صواب وإن جار. المسألة عندنا إن إحنا لابد أن نحتكم إلى أحد، الأحد دوت مهما كان بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها باللفظ كده، والله العظيم بيقولها باللفظ، بيقول إن بعضكم ألحن من أخيه، يعني في واحد فصيح أكتر من التاني. وإنما أنا بشر. فمن استقطعت له قطعة بغير حق، أو حقا استقطعت له قطعة بغير حق، فإنما استقطعت له قطعة من جهنم أخذها أو تركها. يعني ممكن واحد بفصحته يخدع النبي صلى الله عليه وسلم. امال حتى ربنا يقول النبي واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده. وسيدنا داود كان نبي، واحد منهم خدع سيدنا داود في الكلام. ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفنيها وعزاني في الخطاب. يعني وسيدنا داود حكم في هذه المسألة حتى من غير ما يسمع الطرف الثاني، قال لقد ظلمك بسؤال نعاجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء، إلى آخر الآيات. فالشاهد أو اللي احنا عايزين نقوله أنه ليس اعتراضك على الحكم القضائي مبرر لكي تأخذ حقك بيدك وتعتدي على حرمة القضاء. حرمة القضاء دي حرمة مجتمع، وإذا سقطت حرمة المجتمع بالتقاضي واللجوء إلى جهة حاسمة أو حاكمة، انتهت الدولة وانتهت الأمة وانتهى المجتمع. أنا عاوزك تتصور، بس عاوزك تتصور مباراة لكرة القدم ما فيهاش حكم. صحيح. تخيل مباراة لكرة القدم ما فيهاش حكم، ما فيش حد لاعب، ما فيش لاعب يرضى إذا حكم عليه بفاول أو بأوفسايد أو بضربة جزاء، أو ما فيش لاعب يرضى أن يقر بأنه أخطأ ويقسم بالله يقولك والله ما لمسته، والله ما كعبلته، والله ما قربت منه. لأنه في ثورة الانفعال ينسى الإنسان ولا ينتبه لتصرفاته الانفعالية، فبتكون النتيجة تراشق وتقاتل، ولن تنتهي المباراة إلا في عنبر 9 عظام في القصر العيني. مش ممكن تنتهي المباراة على خير. كذلك دولة جينا على الحكم
الحكم هو مين؟ الحكم هو السلطة القضائية، القاضي، القاضي الرجل جالس خلف المنصة. العدالة الجالسة، لو تم الاعتداء على هذه العدالة قل على مصرنا السلام وعلى مجتمعنا العوافي. نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل حوارنا مع شيخنا الجميل الشيخ خالد الجندي، مستنيين آراءكم واقتراحاتكم بعد الفاصل. إشارة مرور. الأحمر، الأخضر، الأصفر، لكل لون سعره، وهو كان النهاردة على راديو مصر. أسعار صرف العملات وفقا لبيانات البنوك المصرية: دولار أمريكي 6.75 للشراء، 6.78 للبيع، يورو 8.75 للشراء، 8.97 للبيع، جنيه استرليني 10.03 للشراء، 10.28 للبيع، فرنك سويسري 7.04 للشراء، 7.22 للبيع، ريال سعودي 1.79 للشراء، 1.81 للبيع، دينار كويتي 23.60 قرش للشراء، 24.24 للبيع. أما عن أسعار الذهب، فسعر جنيه الذهب 2.420.96 قرش، جرام معيار 24 345.84 قرش، جرام معيار 21 302.62 قرش، وجرام معيار 18 259.41 قرش. وهي دي كانت أسعار العملات والذهب من راديو مصر.
جامعة القاهرة وقد أعلنت السابعة مساء. الآن نشرة أخبار رأس الساعة من راديو مصر 88.7 FM. راديو مصر في قلب الحدث. في هذه النشرة، وزير الداخلية يتعهد بعودة الأمن خلال شهر واحد إذا هدأ الشارع وابتعدت التظاهرات عن نطاق المنشآت الأمنية. إعادة 96 وحدة سكنية استولى عليها خارجون عن القانون بأسوان. لجنة مشتركة لبحث نظام جديد للثانوية العامة قبل طرحه للحوار المجتمعي وتطبيقه. قصف بالطيران الحربي على باب عمرو وسط سوريا بعد هجوم مقاتلي المعارضة. قرر المستشار عبد العزيز شاهين، مستشار التحقيق المنتدب للتحقيق في أحداث العنف بمحافظة بورسعيد، قرر استدعاء وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم والقيادات الأمنية بمحافظة بورسعيد، وذلك لسماع أقوالهم في أحداث العنف التي شهدتها بورسعيد والمتسببين فيها ومرتكبيها. كما قرر مستشار التحقيق تشكيل لجنة فنية تتولى مطابقة صور المتهمين المقبوض عليهم مع المشاهد والمقاطع المصورة التي تتضمنها الاسطوانات المدمجة المتحفظ عليها، وذلك لبيان ما إذا كانت تخص أيا منهم، وكذلك بيان إذا كانت تلك المشاهد قد تعرضت لأعمال مونتاج أو تعديل من عدمه. كما طلب مستشار التحقيق تحريات مصلحة الأمن العام وجهاز الأمن الوطني حول أحداث العنف التي جرت بمحافظة بورسعيد اعتبارا من يوم 26 من يناير الماضي والمتورطين فيها وأدوارهم وتحديد أشخاصهم. أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الشارع المصري يشهد صراعا سياسيا بين القوى المعارضة والقوى المؤيدة للنظام، مما سبب حالة من الاحتقان بين مختلف القوى والأحزاب السياسية. قال اللواء محمد إبراهيم في مؤتمر صحفي اليوم إن جهاز الشرطة يعمل في ظروف وتحديات قاسية للغاية، وأكد أن المظاهرات السلمية هي حق لكل مواطن، ولكن ما تشهده بعض المناطق والمحافظات حاليا لا يتعدى كونه أعمال شغب. أوضح وزير الداخلية أيضا أن قوات الأمن لا تستخدم سوى قنابل الغاز المسيل للدموع في إبعاد المتظاهرين والعناصر المثيرة للشغب، نافيا استخدام غازات سامة أو مثيرة للأعصاب. وأكد وزير الداخلية لواء محمد إبراهيم أن ضباط وأفراد الأمن يمارسون أقصى درجات ضبط النفس في وقت لا يستطيعون فيه التفرقة بين المتظاهرين السلميين وغيرهم من المندسين. وأبدى الوزير استياءه واستغرابه من حجم الشائعات التي تطلق من وسائل الإعلام على جهاز الشرطة، وأشار إلى وجود مشاكل داخل جهاز الشرطة يجرى العمل على حلها، معربا عن تقديره لكل ضابط وكل فرد أمن في الشرطة معترض. واستكمالا لتصريحاته السابقة، قال وزير الداخلية إن القوات المسلحة لا يمكن أن تقوم بدور رجل الأمن في مصر، داعيا الجميع إلى إخراج الشرطة من أي خلاف سياسي وتركها تعمل من أجل استتباب الأمن، وذلك لمصلحة الجميع. وتعهد الوزير بعودة الأمن في كل شوارع مصر خلال شهر واحد إذا هدأ الشارع وابتعدت التظاهرات عن نطاق المنشآت الأمنية. أكد المستشار حسن ياسين رئيس المكتب التنفيذي الفني للنائب العام أن مرتكبي جرائم تخريب المنشآت وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة وبث الرعب بين المواطنين وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة ومنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم تعد جميعا حالة إتيانها في حالة تلبس. وأوضح المستشار ياسين أن القانون أعطى لمأموري الضبط القضائي الحق في إلقاء القبض على من يرتكب هذه الجرائم فور مشاهدتها ودون حاجة إلى صدور أمر قضائي. وفي بيان له اليوم، دعا المستشار ياسين مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة والقوات المسلحة إلقاء القبض فورا على مرتكب تلك الجرائم المشار إليها، وأوضح أنه يحق أيضا للمواطنين الإمساك بمرتكب تلك الجرائم وغيرها من الجرائم الجنائية طالما أنهم قد شاهدوها في حالة تلبس وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي.
عادت حركة قطرات الوجه البحري إلى طبيعتها بعد أن قام ضباط الشرطة في الإسكندرية بفض وقفتهم الاحتجاجية بمحطة سيدي جابر على خط القاهرة الإسكندرية. كان مئات من أمناء وضباط الشرطة بالإسكندرية قد قطعوا خطوط السكك الحديدية بمحطة قطارات سيدي جابر اعتراضا على إصابة 2 من أمناء الشرطة خلال الأحداث التي وقعت أمام مديرية أمن الإسكندرية أمس. أعلن الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم عن قيام الوزارة بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، وذلك لوضع نظام جديد للثانوية العامة وطرحه للحوار المجتمعي. وأوضح أن النظام الجديد سيستهدف تحقيق الصالح العام للطالب وتبسيط المناهج وتخريج طالب مؤهل للتعليم الجامعي المناسب له وفقا لإمكانياته في التحصيل. أعلنت محافظة أسوان عن استعادة 96 وحدة سكنية تم الاستيلاء عليها من قبل عناصر من البلطجية وبعض الخارجين عن القانون بمنطقة حي الصداقة السكني جنوب مدينة أسوان، التي كانت مخصصة للحاجزين ضمن مشروعات إسكان الشباب التي تنفذها المحافظة. وأشارت المحافظة إلى أنه جاري أيضا التنسيق مع أجهزة الأمن بالمحافظة لإخلاء نحو 48 وحدة سكنية متبقية تم الاستيلاء عليها من قبل البلطجية والخارجين عن القانون. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتعرض حي بابا عمرو في حمص وسط سوريا لقصف من الطيران الحربي، وذلك بعد ساعات من بدء مقاتلي المعارضة هجوما على القوات النظامية المتمركزة في هذا الحي. نشرة أخبار السابعة قرأها خيري حسن وأماني كمال. نلقاكم في منتصف الساعة مع موجز الأخبار من راديو مصر 88.7 FM. راديو مصر في قلب الحدث. بابي ممكن نشتري المامي هدية عيد الأم؟ أكيد، وكمان لنانا ومامي هدى. حاضر يا حبيبتي. طب أروح أجيب مصروفي؟ لا مصروف إيه، أنا معايا بطاقة كريدي أجريكول ماستر كارد المدينة، هشتري بيها على طول وكمان هاخد كاش باك. بمناسبة عيد الأم كريدي أجريكول خلى مارس كله كاش باك على المشتريات، يلا اشتري لنفسك فيه ببطاقة ماستر كارد المدينة. كريدي أجريكول مصر، أكتر من وعد التزام. اتصل على 19191. تطبق الشروط والأحكام. رن موبايلي هولت مين انزل يمان مونتي وشهيد ويجز بقى نحنا جعلين معاكو كام 59 مش 60 مش 60 فجأة كده وإحنا ماشيين طلعوا علينا أربع مجانين بسلاح آلي وقاموا سألين معاكو كام 59 مش 60 دلنا في سنة قمنا جارين جالنا هموت وطعبانين فجأة افتكر الموت شهين عرض خطير من بيتزا كين تلاتة بيتزا وسط متظبطين بس بكام 59 مش 60 اتصل ببيتزا كينج على 19-15-19. عايز تبعت أو تستلم فلوس عن طريق ويسترن يونيون، كلم البنك العربي الأفريقي الدولي على 16-430. عايز تعرف مصاريف الإرسال والأوراق المطلوبة، كلمنا على 16-430. عايز تعرف أقرب فرع ليك 16-430. عايز تعرف مواعيد الخدمة في أكثر من 60 فرع ومكتب خدمة، اتصل على 16-430. خدمة إرسال واستلام الأموال حول العالم مع ويسترن يونيون، مقدمة من وكيل معتمد البنك العربي الأفريقي الدولي. تطبق شروط الأحكام. إشارة مرور. ورجعنا لكم تاني في إشارة مرور على راديو مصر، معاكم عمرو الليسي ومعايا ومنورني أخويا العزيز الكبير شيخنا الجميل الشيخ خالد الجندي. منورنا مولانا، ربنا يخليك. شيخ خالد، فكرة القصاص أو الفوضى اللي بدأنا نسمعها صح شرعيا؟ يعني أنا مثلا حاسس بظلم جديد وقع عليا، شفت أخويا أو صاحبي بيتقتل ومحدش خد حقه، فقررت اني هنتقم من الكل وهعمل فوضى لغاية ما تجيبولي حق اخويا. الكلام ده موقعه ايه من الاعراب في الشرع والدين؟ الدين بيقول ايه يا شيخ خالد؟ هو الدين بيقول ايه؟ صل على النبي. شوف حضرتك، ربنا بيقول في كتابه العزيز: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. يعني لابد ان يكون هناك من يقضي بين الناس والناس لا خيار لهم. شوف، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. شوف، المولى سبحانه وتعالى أمرنا أن نحتكم إلى الله ورسوله. الاحتكام إلى الله ورسوله
هو الذي ينقذ المجتمع من التنازع والتناحر، لأنك لا تخضع لقوة مساوية لك في هذه الحالة، إنما تخضع لقوة أعلى منك، وهي قوة الله سبحانه وتعالى جل وعلا. في هذه الحالة إن كل إنسان يرى ما له من حقوق وما عليه من واجبات انتظم المجتمع. والكل يعلم أننا في ديننا الحنيف أنك إذا استطعت أن تهرب من عقوبة الدنيا لن تهرب من عقوبة يوم القيامة. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يعني لا يجوز الدفاع عن الظلمة، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. شوف التهديد، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. اسمع بقى يا أستاذ عمرو اللي جاية دي، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. أظن الآية دي موجهة لكل محامي بيدافع عن موكله بالباطل، بموجهة لكل مواطن شايف انه بيدافع عن حق واحد تاني من غير بينة، من غير دليل، من غير أدلة قطعية ثابتة دامغة لا تقبل الضحض ولا تقبل الشك. فبيقولها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أما يكون عليهم وكيلا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يقول صلى الله عليه وسلم على مثل الشمس فاشهد أو فدع. على مثل الشمس فاشهد يعني إيه؟ يعني لازم البني آدم يبقى خارج لقضية هو متيقن منها. يقول لك الله ما احنا شفنا ان في قتيل. ايوه انت شفت في ان في قتيل، انما ما شفتش من القاتل. من القاتل الذي يجب أن تشير إليه بتحديد عناصر الاتهام التي تريد منها المؤاخذة أو الحساب أو خلافه. نعم ندرك تماما أن هناك في قاتل اعتباري اللي هو السلطة اللي سمحت لهؤلاء المنحرفين بقتل هذا المواطن. في الحالة دي بتؤخذ السلطة بالعزل وبالإقصاء وبعدم الرضا وبعدم المتابعة، إنما لا يجوز أبدا الإشارة بمباشرة القتل. يعني لما سيدنا عمر قال والله لو عثر الدابة في أرض الشام لسئل ابن الخطاب عنها يوم القيامة، بإيه؟ بالسببية مش بالمباشرة. يعني مش هو اللي كعبل الدابة في الشام، محدش عاقل يقول هذا الكلام. فما يحاكمش ابن الخطاب عنها بتهمة إنه هو اللي عرقل الدابة، ولكن بتهمة أنه تسبب في عدم تمهيد الطريق لهذه الدابة. هذا المعنى اللي بيقوله عمر بن الخطاب. فأي ولي أمر وأي حكومة وأي دولة لا تسمح بحماية أبنائها من السفاحين والقناصين والمجرمين هي مسؤولة بالسببية عن مباشرة القتل وليس بسبيل المباشرة. يعني مش هي اللي قتلت مباشرة ولكن بالسببية. السببية دي بقى لا تؤخذهم بالقتل ولكن تحملهم النتائج المترتبة على القتل، فيتحملون دية المقتول، ويتحملون مسؤولية حقن الدماء، ويتحملون مسؤولية متابعة التحقيقات للوصول إلى القاتل، ويتحملون مسؤولية مواجهة الفساد المستشري المترتب على الجريمة إلى آخر هذه الأمور. فكل واحد لازم ياخد حقه، الحق الحبيب الله. فالمقتول له دم، الدم ده لا نستطيع أخذه من معين، يبقى على المشاع، تفرق دمه في القبائل زي ما بيقولوا. قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أنا عاوز أقول إن كل شهيد يسقط الحقيقة سقط فيه شعب مصر بأكملهم. نحن نطالب بالقصاص إذا علم القاتل، ونطالب بتحمل المسؤولية إذا شاعت الجريمة بين الجميع. شيخ خالد الحقيقة أنا ببقى سعيد جدا بسمع كلام حضرتك، ويا رب يكون كلامك وصل للناس كلها. أنا بعتذر جدا لكل اللي بعتولنا تساؤلات وما قدرناش نجاوب عليها، إن شاء الله حلقتنا الأسبوع الجاي الشيخ خالد هيرد على كل تساؤلاتكم. يا ريت فضلتك في نهاية حوارنا تدعي.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا، اللهم ارحمهم رحمة واسعة وأجزل لهم في العطاء والثواب وأثبه بعنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم إنا نطالبك وندعوك وندعو إليك ونتضرع إليك أن تأخذ على أيدي الظلمة والمنحرفين وعلى أيدي القتلة الذين أراقوا دماء أبنائنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك وتنال فيه الحقوق برضائك وشريعتك يا أكرم الأكرمين. ارحم شهداءنا، ضمد جراحنا، وحد صفوفنا، احفظ بلادنا، واغفر لنا، إنك أنت الغفور الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يفتح لك يا شيخ خالد، الله يخليك وينفع بيك دايما يا رب. ده كان لقائنا مع فضيلة العالم الجليل الشيخ خالد الجندي. نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل معاكم إشارتنا، إشارة مرور على راديو مصر. تابعونا بعد هذا الفاصل. إشارة مرور راديو مصر. ما كلام غير مشاكل في العربي كده، ما فيش غير بوكسر 150، بوكسر 150 موتوسيكل جديد ومتين، ولا صوت ولا سخونية، انت الرعشدية. ما تفوتش احتفالات بجاج بوكسر 150 بمناسبة مرور عام من الريادة في مصر. اشتري الآن أي موتوسيكل من بجاج واحصل على جاكيت هدية. بجاج بوكسر 150، موتوسيكل بدون مشاكل من جي بي غبور أوتو. لمزيد من المعلومات اتصل ب 16 19 3. إلى مركز العمليات، إلى مركز العمليات. تم وصول فريق يونيون إير للهدف وجاري فحص التكييف. نفذ المهمة. تم فحص الكمبرسور والفريون، تم فحص الفلاتر وتنظيفها، التكييف تمام بنسبة 100%. شغل يونيون اير، عامل حملة صيانة مجانية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، هديلك لحد عندك لغاية نص مارس. كلمنا على 19012، ولو مش هتكلمنا احنا هنكلمك. يونيون اير من يونيون اير جروب. اديك الرومي. انا الشيف شربيني وهقول لكم ازاي نعمل الديك الرومي. هجيب الديك الرومي، اغسله كويس جدا، بعد كده بتبله وميه الطماطم. الله لا لا لا، انا نسيت اهم حاجه، لو ما عندكش بوتاجاز اي كوك بمروحه جوه الفرن يبقى تنسي كل اللي قلناه. يا اما تنزلي حالا تشتري بوتاجاز اي كوك، يا اما تفتحي علبه التونه. الشيف شربيني ينصح باي كوك ابو مروحه. لمزيد من المعلومات اتصل ب 19012. يونيون تك من يونيون اير جروب. لما بنام استريح بحلم احلام عجيب، اركب فيل وامشي واستغاره او طاير في الهواء مرفرف. ايفي بيبي الجيل الجديد من الحفاضات، بتعتني بطفلي بجودتها المضمونه وبقوه امتصاص غير عاديه، وفيها كريم الوفيرا المرطب اللي بيحمي من التهاب. ايفي بيبي، ثقه الام وراحه البيبي. راديو مصر. حان الان موعد اذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. عشان الإقبال كبير، المنصور للسيارات مدة العرض لغاية 31 مارس. أيوة، لو كانت عربيتك شيفروليه، ملاكي أو نال، تقدر تعمل لها صيانة مجانية على الفرامل ونظام التعليق في جميع مراكز خدمة المنصور للسيارات. هتاخد خصم 10% على أعمال الصيانة و15% على أسعار قطع الغيار. مستني إيه؟ اتصل ب 16424 واحجز معاد عربيتك شيفروليه. ثقة لا تنتهي. هي مش زي أي ست تانية، رسالتها بتبدأ من طفولتها. هي بتقدم كل اللي تقدر عليه من غير ما تفكر هي بتعمل كده ليه. دايما راضية، طيبة وجدعة، متفتحة وعصرية. ده مفيش زي الست الشرقية، لأن بتختلف أجواءنا وعاداتنا العربية علشانك. كريم إيفا بمكونات طبيعية بتناسب المواصفات الشرقية. إيفا، دورها تجمل حياتك. ولادك هم أحلامك وبكرة اللي انت مستنيه، ساعدهم يكبروا قصادك ويوصلوا للي يحلموا بيه. طعمهم طعم يغير طعم حياتهم للأحلام. مصر محتاجة الولادة لسه في مشوار طويل. حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال للأطفال أقل من 5 سنوات بالقاهرة الكبرى من 10 إلى 14 مارس 2013. إشارة مرور. ولسه مكملين معاكم إشارة مرور على راديو مصر، معاكم عمرو الليسي، ولسه مودعين حالا شيخنا العزيز خالد الجندي. وأتمنى أن يكون الحوار والفقرة عجبتكم، خصوصا ان احنا اتكلمنا على القصاص، واظن احنا اتكلمنا عن القصاص بما فيه الكفاية، سواء النهاردة او حتى امبارح توك شو كلها، يعني كلها كانت بتتكلم الحقيقة في هذا الموضوع. ولو سألتوني عن حلقة النهاردة هقول لكم فورا كان نفسي انها تبقى امبارح، مش عشان انا مستعجل وعاوز اسيبكم وامشي، ولا عشان كان زمانها خلصت وانا قاعد في بيتنا مريح مع مراتي وولادي اللي مش بشوفهم تقريبا خالص، وانتوا عارفين اكل العيش مر عند الجميع. انما علشان امبارح كان 9 مارس، وزي ما كانوا بيقولوا شوف الزهور وتعلم، انا بقول لك ارجوك شوف التاريخ وتعلم، وبعد ما تتعلم ابدا اتكلم، وبعدها عمرك ما هتبقى متبلم. 9 مارس يا جماعه حصل فيه حاجتين لازم ما نفوتش الحلقه دي من غير ما نتكلم فيهم ونتكلم، يعني نفتكر ونفكر ونبص حوالينا. وصدقوني التاريخ مليان حاجات لازم نتعلم منها، واللي مالوش تاريخ مالوش ايه؟ مالوش مستقبل. في 9 مارس يا جماعة قامت الثورة، ومش اي ثورة، دي اول ثورة شعبية مصرية حقيقية، وتسمت باسم السنة اللي كانت فيها، اتسمت ثورة 1919، وكان ليها زعيم بالمناسبة قامت عشانه رغم انه بيعتبر ما شاركش فيها ولا كان موجود في مصر وقتها، هو الزعيم الراحل العظيم سعد زغلول. وسيبكم بقى من كتب التاريخ اللي بيعلموها لأولادنا واللي يدوبك جايبة ثورة 19 في صفحة ولا صفحتين، سيبكم من كم كلمة المحفوظة، وتعالى أرجعكم لمصر في الوقت ده. مصر في الوقت ده يا جماعة كانت محتلة من بريطانيا العظمى،
كانت تحت الاحتلال الإنجليزي، وقبل ثورة 19 بكم سنة كانت مصر غصب عنها طرف في الحرب العالمية الأولى لأنها محتلة من إنجلترا، وأي احتلال من أي نوع بيحصل ضده نضال، ونضال عظيم كمان عشان ينتهي لمجرد أنه احتلال، فما بالك باللي بيعمله الاحتلال ده في البلد. خلال الحرب العالمية الأولى مثلا كانت إنجلترا بتاخد المصريين غصب عنهم وتحطهم في الحرب يحاربوا معاهم في حرب ملهمش فيها ناقة ولا جمل زي ما بيقولوا. وخلال الحرب كانت إنجلترا بتجبر الفلاحين المصريين على زراعة محاصيل بعينها لخدمة القوات اللي بتحارب وتشتريها منهم بأقل الأسعار. ممتلكات الفلاحين من الماشية والزراعات كانت بتتصادر باسم تكاليف الحرب، ومحدش قدر يفتح بقه، ما هي بريطانيا العظمى الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس زي ما كان بيطلق عليها من كتر مستعمراتها اللي في العالم. أحكام عرفية ماشية على الكل، وظلم وقهر وفساد وفقر، والمصريين مستحملين وبيحلموا باليوم اللي يتحرروا فيه من الاحتلال. وكنت تمشي في شوارع مصر المحروسة في الوقت ده تلاقي احتجاجات للعاطلين ومواكب للجائعين وحاجات تانية كانت دايما بتتطور لمصادمات واشتباكات بتنتهي بالسرقة والنهب والتخريب. وعمر محكومة قدرت تواجه كل ده، كانوا بيحاولوا يوزعوا العيش على القرى علشان الناس ترجع، ويرحلوا العاطلين للقرى بتاعتهم علشان يخففوا الأزمة في القاهرة واللي بيحصل فيها في الوقت ده. لكن لا حياة لمن تنادي. وفي عز كل ده قامت الأحكام العرفية واتفرضت طوارئ من بتاعة الاحتلال، واتمنع واتحرم التجمهر، واتعمل ما يشبه حظر التجوال في أماكن معينة، وكانت الحكومة بتعتقل قادة الإضرابات والمظاهرات العمالية. وفي وسط كل ده خطرت للزعيم سعد زغلول فكرة مهمة للدفاع عن قضية مصر والسعي لاستقلالها عن إنجلترا وإنهاء الاحتلال الإنجليزي. في الوقت ده فكر سعد زغلول إنه يألف وفد مصري ويطلع ويتكلم باسم مصر ويشرح قضيتها للعالم ويطلب استقلالها، وفد مصري يحظى بدعم من الناس وأصحاب الشأن في مصر عشان ما حدش يطلع يقول الناس دول ما بيتكلموش بأسامينا. من الآخر سعد باشا زغلول أول ما فكر في وفد فكر في توافق يحصل حوالين الوفد ده، وفعلا جمع الوفد اللي اتكون منه ومن مصطفى النحاس ومكرم عبيد وأحمد لطفي السيد وعبد العزيز فهمي وغيرهم وغيرهم من الناس اللي كان كل همهم أن يحظوا بثقة الناس. وفي الوقت ده ظهرت فكرة التوكيلات لأول مرة، وكان الوفد بيجمع التوقيعات على بيان مكتوب فيه: نحن الموقعين على هذا قد أنبنا عنا حضرات سعد باشا زغلول وفلان وفلان وعلان وترتان في أن يسعوا بالطرق السلمية المشروعة. كان مكتوب كده والله في التوكيلات: السلمية المشروعة حيثما وجدوا للسعي سبيلا في استقلال مصر تطبيقا لمبادئ الحرية والعدل التي تنشر رايتها دولة بريطانيا العظمى. ياه على البيان الجامد ده، توكيل مصري أصلي لمجموعة تتكلم باسم الناس كلها وتسعى للاستقلال. وتجمعت التوقيعات، بس فجأة تم اعتقال سعد زغلول وزمايله وتم نفيهم لمالطا. تفتكر بقى نفوهم لمالطا ايه اللي حصل بعد كده؟ بعد الفاصل هرجع واكمل لكم حكاية اعظم ثورة في تاريخ مصر، ثورة 19. بعد الفاصل. الان موجز الاخبار من راديو مصر. راديو مصر في قلب الحدث.
موجز أنباء السابعة والنصف. اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يصرح بأن جهاز الشرطة يعمل في ظروف وتحديات قاسية للغاية. الوزير يؤكد أن التظاهر السلمي حق لكل مواطن ويشدد على وجوب التفرقة بين التظاهر وأعمال الشغب. وزير الداخلية يؤكد أن قوات الأمن لا تستخدم سوى القنابل المسيلة للدموع، نافيا استخدام غازات سامة أو مثيرة للأعصاب. وزير الداخلية يعرب عن استيائه من حجم الشائعات التي تطلق في وسائل الإعلام وتنال من جهاز الشرطة، ويؤكد أنه يتم حاليا العمل على حل المشاكل الداخلية للجهاز. وزير الداخلية يتعهد بعودة الأمن خلال شهر واحد إذا هدأ الشارع وابتعدت التظاهرات عن نطاق المنشآت الأمنية. قائد الجيش الثاني يؤكد أن الجيش المصري مؤسسة قتالية وليست أمنية، ولن يحل محل رجال الأمن. مستشار التحقيق يستدعي وزير الداخلية وقيادات أمنية ببور سعيد لسماع أقوالهم حول أحداث العنف التي شهدتها المدينة. النيابة تهيب بالشرطة والجيش القبض فورا على مرتكب جرائم التخريب في حالات التلبس. لجنة من أساتذة الهندسة يتفقدون مبنى اتحاد الكرة بناء على تكليف من وزير الرياضة. إعادة 96 وحدة سكنية استولى عليها خارجون عن القانون بأسوان. وزير البترول يؤكد دعم محطات البنزين بكميات إضافية من السولر لتشغيلها على مدار 24 ساعة حلا للأزمة. تأجيل محاكمة نجلي مبارك وسبع آخرين في قضية مخالفات بيع البنك الوطني إلى 14 من إبريل القادم. اللجنة القضائية بنيابة الأموال العامة ما تبدأ في تحصيل عقوبات مالية تجاوز 10 مليارات جنيه. وزير الخارجية يبحث مع الرئيس الصومالي في مقديشو كافة أوجه التعاون المشترك في المرحلة المقبلة. وزارة الخارجية تقرر إعادة فتح السفارة المصرية في مقديشو. السفارة المصرية بصنعاء تنهي أزمة احتجاز سفينة صيد داخل المياه الإقليمية اليمنية. نلقاكم في نشاط أخبار رأس الساعة من راديو مصر 88.7 FM. راديو مصر في قلب الحدث. إشارة مرور. ورجعنا لكم تاني في إشارة مرور على راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي. وكنا قبل الفاصل بنحكي عن ثورة 19 العظيمة، وحكيت لكم ان هو تم اعتقال سعد زغلول وزمايله ونفوهم لمالطا. ونقف هنا شوية، تفتكروا هما نفوا سعد زغلول برا مصر ليه؟ اكيد اصبح مؤثر، اكيد التوكيلات دي عملت لهم قلق وخوف ورعب، اكيد الرجل ده عرف يعمل التوافق اللي كان بيدور عليه. وعشان تتأكد من ده شوف اللي حصل بعد كده، لأن اللي حصل بيثبت أن الراجل كان فعلا بيتكلم باسم الناس كلها. ولما نفوه الناس كلها حست بإهانة فقامت بثورة. حد يقول لي يعني ثورة 19 قامت علشان واحد؟ لا طبعا، ثورة 19 قامت عشان مبدأ، والمبدأ ده هو أننا لما نجتمع ونختار واحد يتكلم باسمنا يبقى نقف وراه، واللي يهين إرادتنا واختيارنا يستاهل نعمل ضده ثورة. المبدأ ان ما ينفعش تحتلني وتظلمني وتخلي الفساد هو اللي بيحكم وكمان تطبق علي احكام عرفية. المبدأ ده هو ان الحرية جاية جاية بيك او من غيرك، ويا تحترم رغبتي في الحرية يا اما الحرية دي هتدهسك. انما عايزين تعرفوا ايه اللي حصل في الثورة؟ اقول لكم ايه اللي حصل في الثورة. انفجر الشعب. انفجر يعني انفجر، وكانت أول ثورة شعبية في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط. كانت أول ثورة شعبية تخرج فيها الست المصرية علشان تناضل من أجل حريتها، وبدأت الشرارة بتاعت الثورة دي من مظاهرات الطلبة في اسكندرية، وشوية شوية وزي ما النار بتجري في أكوام القش بدأت الثورة تنتشر، وخرج كل طلبة المدارس والجامعات في المظاهرات مش خايفين من الرصاص ولا من بنادق الإنجليز ولا من أي شيء. كانوا شايفين الحرية قريبة منهم ومش عايزينها تبعد عنهم خالص. ولما العمال والفقراء شافوا المتعلمين بيعملوا كده خرجوا معاهم، وعمال الترماي بدأوا إضراب مفتوح علشان يشاركوا بطريقتهم في الثورة ويطالبوا بأن مرتباتهم تترفع وساعات العمل تقل ويتم إسقاط الأحكام العرفية. ولما حاولت بريطانيا العظمى
تلحق الموضوع بأنها تحط من جنودها يتدربوا في ورش عنابر السكة الحديد في بولاق علشان تسد العجز وتحاول تواجه الإضراب. عمال السكة الحديد هم كمان بدأوا إضرابهم، وبدأت اللعبة تبقى لعبة النفس الطويل. مين اللي نفسه طويل؟ المصريين ولا المحتل؟ مين اللي حيفرض شروطه في الآخر علشان يحقق اللي هو عاوزه؟ المقهور الغلبان ولا الظالم الجبار؟ وبسرعة دخل سواقين التاكسي في الإضرابات والثورة، ودخل معهم عمال الكهرباء والجمارك والورش والمطابع. حتى الأحياء الفقيرة بدأت تحفر خنادق علشان تواجه الإنجليز، وبالنسبة لهم بقت معركة حياة أو موت. وضرب الناس المحلات التجارية وممتلكات الأجانب في مصر علشان يحرجوا الإنجليز زيادة وزيادة، وبدأ الشلل يبقى هو سيد الموقف. وبدأ البدو كمان يهاجموا الإنجليز في كل مكان، وفي أسيوط هجمت الأهالي أقسام البوليس واستولت على الأسلحة علشان تواجه الإنجليز، وحصل قصف للمدينة بطيارتين إنجليزيتين. بس تفتكروا ده كان حيوقفهم؟ أبدا، وكأنهم كانوا بيحمسوهم زيادة وبيدفعوهم لاشتباكات أكتر وعنف أكبر. ولما بعتت إنجلترا سفينة أسلحة لأسيوط هاجمها الفلاحين واستولوا عليها، وبدأ الإنجليز يتجننوا ويحكموا محاكمات عسكرية ويقتلوا الناس ويحرقوا قرى بالكامل ويغتصبوا ستات. وفي الفيوم قتلوا 400 بدوي في يوم واحد، وفضل الوضع مشتعل. لكن المصريين ما ترجعوش أبدا، ولغى الإنجليز الأحكام العرفية وعزلوا الحاكم البريطاني وأفرجوا عن سعد باشا زغلول واللي معاه، ورجعوا من المنفى واستقبلوهم استقبال الأبطال، وسافروا وعرضوا مشكلة مصر في مؤتمر الصلح في باريس. صحيح المؤتمر ما استجابش لمطالب الوفد المصري، بس الثورة فضلت مستمرة، والمصريين صعدوا من ثورتهم وبدأوا يقطعوا الإنجليز والمنتجات والبضائع الإنجليزية. صحيح ان الانجليز نفوا سعد زغلول مرة تانية، والمرة دي في جزيرة سيشل، الا ان الثورة عمرها ما تراجعت الا لما حققت اهدافها في الوقت ده. ورضخ الانجليز للمرة التانية، رضخوا واصدروا عدة قرارات. الاول الغاء الحماية البريطانية على مصر واعلان مصر دولة مستقلة، والتاني صدور اول دستور مصري، واعظم دستور مصري هو دستور 1923، والتالت تشكيل أول وزارة مصرية. وعارفين كانت برئاسة مين؟ كانت برئاسة سعد باشا زغلول، اللي أول قرار خده هو الإفراج عن المساجين السياسيين. وفضلت ثورة 19 حاجة مشرفة في تاريخنا كمصريين، ولا زلنا بنفخر بيها، ولا زالت أم الثورات وأهم الثورات، لأنها كانت ثورة شعب. ومكملين يا شعب، سواء الثورة أو سواء برنامجنا إشارة مرور، ومستنيين آرائكم واقتراحاتكم على صفحتنا على الفيسبوك إشارة مرور على راديو مصر بالعربي. نطلع فاصل ونرجع نواصل إشارة مرور معاكم عمرو الليسي. إشارة مرور رايحين المدرسة، نرسم ونلعب ونتعلم. علشان يتعلموا ويستوعبوا لازم يكون في يومهم ولو حتى وجبة أساسية سخنة. بنك الطعام المصري مع برنامج التغذية المدرسية بيجهز مطبخ في المدرسة، وبإيدين الأمهات بنقدم لهم الوجبة المدرسية. تكلفة وجبات الطفل في الشهر 75 جنيه، وبكده نبقى حافظنا على صحتهم وساهمنا في تغيير مستقبلهم. للتبرع ارسل رسالة ل 9595 أو من خلال منافس فوري أو على حساب رقم 38375 في جميع البنوك. للاستفسار 160 60. الفرخة الحيرانة دلوقتي عند بريكو. يعني الفرخة حيرانة؟ يعني تاوك فلينز، يعني شيش تاوك حيران بين نارين، نار الفلفل المولع نار، ونار الفحم الملهل بنار. يعني هتاكل شيش تاوك مشوي على الفحم وسبايسي ملهلب. تاوك فلينز من بريكو بين نارين، للطلب 16121. يا ترى ايه مرتبة ماما عندك؟ ماما مرتبتها عندي ما تتقدرش. افتكر
فاكر أيام ما كنت في المدرسة قد إيه تعبت معايا أنا وأخواتي، وفضلتنا طبعاً على شغلها وحياتها، وعشان كده زي ما تعلمنا أيام الطفولة ماما لازم تفضل دايماً في المرتبة الأولى. فور بيرد المرتبة الأولى في مصر، بتقدم لكل أم هدية، مع كل مرتبة تشتريها هتاخد مخدتها هدية. اتصل على 19 5 11، راحتك هتلاقيها بجد مع فور بيرد. طلقات أنواع، عيار 9 ملي سرعتها 350 متر في الثانية مضادة للأهداف الصغيرة، عيار 12 و7 ملي سرعتها 730 متر في الثانية لو عايز تصطاد أسود أو تتعلم نشأ، عيار 100 ملي سرعتها 820 متر في الثانية مضادة للدبابات وكمان الطيران. بس الطلقة اللي تهمك هي طلقة TA Data بسرعة 2 ميجا في الثانية، مضادة للبطء، مضادة للملل، مضادة للتهنيج. أسعار تبدأ من 75 جنيه وسعة داونلودز لحد 40 جيجا. استمتع بالإنترنت اللي بجد فقط من TA Data. اتصل على 1937 واجهز للطلقة. أكيد ساعات بتفكر وتقول أنا عايز أكتر، كلنا بيجيلنا الإحساس ده، ولو دورت هتلاقي. عشان مع تليفونات أشا من نوكيا هتلاقي كل مميزات السمارت فون وكل الأبس اللي نفسك فيها. التليفون بشاشة تاتش وفيه اللي بشريحتين، وفيه أكتر من 40 لعبة من EA Games ببلاش، والنت بقى أسرع بكتير. مش بس كده، مع نوكيا مابس هتعرف توصل أي مكان، مش هتلاقي سمارت فونز تانية بالأسعار دي. مع نوكيا أشا سمارت فونز اكتشف المزيد. ماما في عيد الام هي كان نفسها في مكنسه جديده. طب ايه رايكم في جزمه وشنطه؟ لا 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 انا شايفه مفرش سرير احسن. لا 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 غساله. لا 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 احنا جديد شوايه. لا هاند ميكسر. لا كيتش ماشين. لا مروحه ولا بوتاجاز ولا خلاط ولا ديب فريزر ولا اقول لكم شاشه ال سي دي. ما تحيروش نفسكم وهاتوا هديه عيد الام من عرفه جروب، وهناك هتلاقوا اختيار كل واحد تحت سقف واحد. عرفه جروب في العاشر من رمضان وميدان طلعت حرب ومدينه الرحاب واسيوط، والان فرع السادس من أكتوبر أمام جهاز المدينة. للاستعلام اتصل على 16904. في عيد الأم كل أم بتتمنى تفرح مع أولادها وتشوف الفرح في عينيهم وتستنى لمة العيلة، بس في ناس فرحتهم بعيد الأم بتفضل مسجونة جواهم. ساهم مع مصر الخير بفك كرب آلاف الأمهات الغارمات يفرحوا بلمة ولادهم، وكمان ننميهم ونطور حياتهم بمشاريع دخل مستمر. اتبرع على حساب 100-100 في جميع البنوك المصرية أو اتصل على 16-140 يصلك مندوبنا. مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. أنا اسمي يفتح الله، بقالي سنين في البلد دي بلقط رزقي ما بين البايع والشاري، لحد ما بقى يقولوا بين البايع والشاري يفتح الله. أنا خلاص استسلمت، الناس بقوا أذكى وكمان احتياجاتهم كترت، فجاي النهاردة أودعكم وأقول لأي حد عايز يبيع أو يشتري عربية روحوا للعالمية، روحوا يلا. العالمية للسيارات مكان واحد، ممكن تبيع أو تشتري أو تبدل أي عربية جديدة أو مستعملة كاش أو بالقسط المباشر. كلمنا على 16 15 8. عاوز تفرش بيتك أو مكتبك بسعر مناسب وجودة عالية وذوق راقي؟ الحق فرصتك في معرض الموبيليا المصري. غرف نوم، سفرة، أنتري، أساس مكتبي من أخشاب طبيعية في صالة الصندوق الاجتماعي للتنمية بأرض المعارض بمدينة نصر. الدخول من باب 4 صلاح سالم، ابتداء من 7/3 إلى 13/3 يوميا من 10 صباحا إلى 10 مساء. معرض الموبيليا المصري برعاية الصندوق الاجتماعي للتنمية، وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وبنك التنمية الأفريقي. تصريح ملاك مجالسات سجل الشعب وأمنوي للصوت والسياسة كل يوم في جديد في مصر الساعة مع الكاتب الصحفي محمد علي خير من 3-4 العصر على 887 FM. لما تكون الدنيا صعبة أحياناً بنكون محتاجين نسمع فكرة جديدة تساعدنا، نسمع خلق جميل، نسمع قصة أو حدوتة أو قصة إنسان تاني نجح، ولما نسمع قصته تترسم على وجهنا بسمة أمل. بسمة أمل مع الدكتور عمرو خالد على راديو مصر. راديو مصر لكل مصر. بسمة أمل.
887 FM. راديو مصر. إشارة مرور. لسه مكملين إشارة مرور على راديو مصر ومعاكم عمرو الليسي. وكنت بقول لكم إن كان نفسي حلقة النهاردة تبقى مبارح، إنما أهي ملحوقة. امبارح مش بس كانت ذكرى ثورة 19، أول ثورة شعبية حقيقية في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط كله، لكن كمان كان ذكرى يوم عزيز جدا للأسف مش كتير عارفينه ولا كتير واخدين بارهم منه من أهميته، رغم لو جيتم للحق لازم يبقى أجازة رسمية ونعمله باحترام شديد. امبارح كان يوم الشهيد، ومبارح الفريق أول عبد الفتاح السيسي حط إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في ذكرى يوم الشهيد. إنما اشمعنى 9 مارس هو يوم الشهيد؟ هو ده مربط الفرس، لأن في اليوم ده استشهد واحد من أهم وأفضل وأشرف وأعظم قادة الجيش المصري. في 9 مارس عام 1969 استشهد الفريق عبد المنعم رياض. ناس كتير من اللي بتسمعنا دلوقتي بتفتكر ان عبد المنعم رياض اسم ميدان او شارع، وما بيكلفوش خاطرهم يعرفوا مين الرجل العظيم ده، واعتبروه طلب شخصي مني يا جماعة. دوروا في تاريخ الناس اللي البلد كرمتهم واطلقت اسمائهم على شوارع علشان تعرفوا مين العظماء دول، وتعرفوا اولادكم يعني ايه بني ادم عظيم. والعظمة لله ولله المثل الأعلى. محمد عبد المنعم محمد رياض عبد الله كان من مواليد محافظة طنطا، لكن عيلته نزلت وعاشت في الفيوم، ووالده كان أحد معلمي البلوكات في الكلية الحربية. وهو العقيد محمد رياض عبد الله، واللي اتخرج على إيده قادة من أعظم قادة القوات المسلحة المصرية. كان عبد المنعم رياض متفوق جدا في مدرسته، وبدأ الدراسة زي كتير من أبناء جيله في الكتاب، وتخرج من مدرسة الخديوي إسماعيل الثانوية بمجموعة يسمح له أنه يلتحق بكلية الطب، وفعلا دخل كلية الطب وقعد فيها سنتين يقاوم حبه وعشقه لخدمة الوطن في مجال تاني، وحسم فعلا قراره والتحق بالكلية الحربية اللي تخرج منها في عام 1938. وشوف بقى الجمال والإصرار لما ياخد الماجستير في العلوم العسكرية ويكون الأول على دفعته، وشوفه كمان هو بيجيد 4 لغات، الإنجليزية والفرنسية والألمانية وكمان الروسية، وشوفه كمان مع كل ده بينتسب لكلية العلوم وبيدرس رياضة بحتة، علشان تعرف إننا قدام شخص استثنائي وبني آدم مصر تفخر بيه. اشترك عبد المنعم رياض في الحرب العالمية الثانية، وعمل في إدارة العمليات والخطط أثناء حرب فلسطين، ونال وسام الجدارة الذهبي تقديرا لجهوده، وكل ده كان في سنة 1948. بعدها فضل يتدرج في المناصب والفرق، وخصوصا في المدفعية اللي أصبح من أشهر قادتها وأكثرهم شهرة وعبقرية، مش في مصر إنما كمان في العالم العربي كله. وفي سنة 64 اتعين رئيس لأركان القيادة العربية الموحدة، وترقى فريق وحصل على أكتر من دورة وفرقة ووسام وتكريم ومنصب. وبعد نكتة يونيو 67 استدعاه العظيم جمال عبد الناصر، وحط فيه الثقة الكبيرة عشان يقوم هو والفريق أول محمد فوزي بإعادة بناء القوات المسلحة بعد النكسة. نطلع فاصل ونرجع تاني عشان نتكلم عن راجل عظيم اسمه عبد المنعم رياض بعد الفاصل. إشارة مرور. ثمانية سبعة أخبار من كل مكان.
إشارة مرور. ورجعنا لكم تاني في إشارة مرور على راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي. والنهاردة بتكلم عن إنسان عظيم جدا، الفريق عبد المنعم رياض. كان الفريق عبد المنعم رياض مسميها معركة رد الشرف، وكان دايما بيقول إن الجملة مش مبالغ فيها وإنها مش كلام إنشا وخلاص، لأن شرف أي مواطن مصري راجل أو ست مش هيرجع ولا يترد إلا بمعركة وحرب ضد إسرائيل. وعلى الأساس ده بدأ عبد المنعم رياض يشتغل شغل من نار، شغل رد كرامة ورد شرف بلد كاملة. وأشرف عبد المنعم رياض وشارك بنفسه في أكتر من عملية، وبدأ كمان حرب الاستنزاف، أشرف الحروب المصرية. وقاد عبد المنعم رياض عمليات كبدت العدو الإسرائيلي خسائر فادحة. كان عبد المنعم رياض ورجالته ورجالة الجيش المصري هم السبب في تحطيم وتدمير 60% من دفاعات خط بارليف اللي تحول بعدها لجهاز انذار مبكر. كان عبد المنعم رياض عبقري لأنه ما خضعش للمستحيل ولا لقواعد الحرب والعسكرية في العالم، واللي كانت شايفة إن عشان تدمر دبابة لازم تواجهها بدبابة تانية. وكان صاحب إضافة جديدة في حرب المدرعات لما كان بيدرب المشاه المصريين في منتهى السرية على تدمير الدبابات. وبالطريقة دي عرفنا عبد العاطي صائد الدبابات اللي دمر لوحده 26 دبابة، والبطل محمد المصري اللي دمر 27 دبابة، وغيرهم من الأبطال اللي بيقولوا عليهم في الجيش ولاد عبد المنعم رياض وولاد العسكرية المصرية اللي واجهوا الدبابات بصدورهم ودمروها وحفروا أساميهم في التاريخ. وكان من أكبر إنجازات عبد المنعم رياض الخطة 200 اللي كانت الأصل في الخطة جرانيت، واللي اتطورت علشان تكون خطة العمليات في حرب أكتوبر، وكان اسمها الخطة بدر. عبد المنعم رياض شارك في تحقيق انتصارات عسكرية عظيمة، ومنها عملية رأس العش اللي منع فيها بقوة صغيرة العدو من احتلال وتدمير مدينة بور فؤاد الباسلة على شريط القنال. مش بس كده، عبد المنعم رياض كمان شارك في تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات في انتصار تاريخي عظيم للعسكرية المصرية. وفضل عبد المنعم رياض يواصل قيادته لأركان الجيش المصري ويزور الجبهة الميدانية ويروح للموقع 6 اللي بيبعد عن مرمى نيران إسرائيل وقواتها 250 متر بس. وفي اللحظة دي اتفتحت النار وما هربش عبد المنعم رياض، إنما وقف ثابت يقود المجموعة اللي كانت معاه لصد الهجوم الإسرائيلي المفاجئ. لكن دانت هاون من طراز 82 ملي، دانة هزيلة من اللي الناس في الجيش بيعتبروها ولا حاجة، سقطت قريبة جدا منه وأصابت شظاياها عبد المنعم رياض اللي استشهد وهو وسط جنوده وعلى خط المواجهة وفي وسط أشرف ناس، ناس حطت كفنها على ايديها علشان شرف البلد وكرامتها ترجع زي ما كانوا بيقول دايما. وحزن الجيش المصري بعد استشهاد عبد المنعم رياض، وزعل عليه الرئيس عبد الناصر اللي كرمه ورقاه ترقيه استثنائيه تليق بشهيد، واعتبرت مصر اليوم ده هو يوم الشهيد اللي بنحتفل بيه كل سنه 9 مارس. وانتقاما لاستشهاد عبد المنعم رياض قامت المجموعة 39 قتال بقيادة الشهيد المقدم العظيم إبراهيم الرفاعي بغارة ساحقة على الموقع الإسرائيلي اللي تسبب في استشهاد عبد المنعم رياض في نقطة لسان التمساح التي أطلقت منها دانة الهون، وتم الهجوم في ليلة 8 يوليو 1969. واستطاعت القوى المهاجمة محو هذه النقطة القوية من على وجه الأرض، وبعد تدمير كل اللي فيها من أسلحة قتلوا وأصابوا 30 فرد للعدو، وخسرت المجموعة 39 قتال
9 شهداء نتيجة التصميم على أن تنتهي العملية بالإبادة الكاملة لهذا الموقع حتى يتحقق الثأر. الثأر لشهيد عمرنا ما حننساه، شهيد لازم نحفظ ولادنا سيرته وسبب استشهاده واحنا بنضرب له تعظيم سلام. شهيد حنفضل فاكرينه، اسمه عبد المنعم رياض. دي كانت حلقتنا النهاردة في إشارة مرور، كان ختامها مسك في قصة إنسان عظيم اسمه عبد المنعم رياض. عندنا زيه مئات الآلاف من جنود مصريين وضباط مصريين أفنوا حياتهم وضحوا بكل غالي ونفيس في سبيل تراب مصر. تحية لكل شهيد مصري في ذكرى يوم الشهيد. بشكركم جدا جدا جدا، أشوفكم على خير في حلقة جديدة وإشارة مرور.